بسم الله الرحمن الرحيم. في مرة السيدة عائشة كانت قاعدة في الأوضة بتاعتها وقاعدة بتخيط ليها ثوب، فالمصباح اللي كان بينور لها اتطفى والإبرة بتاعتها وقعت، فهي فضلت تدور على الإبرة ومش لاقيها بسبب إن الدنيا ضلمة يعني. ففجأة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، رفع الستارة وطلع عليها، فنور وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لمع في الإبرة، فالسيدة عائشة لقيتها هي بتقول كده نصا: فوالله الذي لا إله إلا هو، لقد أضاءت أرجاء الحجرة من نور وجهه الشريف، حتى لقد التقطت المخيط من نور طلعتي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جماله ملوش مثيل ولا كان فيه زيه اتنين، هو أحلى وأجمل مخلوق خلقه ربنا عز وجل. زي ما سيدنا الإمام البصيري قال: منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من جماله ومن عظمته كان رأسه الشريف كانت كبيرة، كان فيها ضخامة، والضخامة دي ما كانتش معيبة، لأن الوصف لما حد بيقول إن دماغ حد كبيرة وبتكون معيبة بتكون لأن الدماغ الكبيرة بتكون مش مناسبة لبقية جسمه. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فخما مفخما، فكل حاجة وكل تفاصيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقسمة فيه مظبوط. فالوجه الشريف والرأس الشريفة كانت كبيرة، بس الكبر ده زي ما قلنا ما كانش حاجه مشينه في حقه صلى الله عليه وسلم، كان وجهه صلى الله عليه وسلم في غايه الحسن والجمال، جماله ما كانش يختلف عليه اتنين ولا تغلط فيه العين، رجاله وستات وكبار وصغيرين كانوا يوصموا على جماله ده بالعشره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لون جسمه كان ابيض، ابيض مشرب بحمره، في ناس جمال البياض بتاعهم هو ابيض بياض كامل اللي هو الامهق، اللي هو يعني كله ابيض ابيض ابيض، وابيض بيقولوا عليه الابيض الفئه. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بياض بشرته صلى الله عليه وسلم كانت فيها احمرار، الاحمرار ده بيزين الجمال وبيزين البياض بتاعه صلى الله عليه وسلم، شبهوه كتير بالقمر، معظم تقريبا الصحابه كانوا بيوصفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر. طبعا القمر بيقول لهم انتوا ظلمتوني، ده انا اللي اتشبه بيه صلى الله عليه وسلم. سيدنا هند بن ابي هاله كان بيقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو فخما مفخما، فخما يعني عظيم في ذاته، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته حتى لو محدش شايفه هو فخم، هو عظيم صلى الله عليه وسلم، مفخمه ومفخمه اي عين تشوفه صلى الله عليه وسلم كان يملاها. الوشوش ثلاث انواع، في اللي هو الوش المستدير والوش المستطيل والوش المثلث، افضلهم واحلاهم هو الوش المدور اللي فيه استداره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وشه فيه استداره، بس مش استداره كامله، كانت استداره بطول بسيط. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستدارة دي ده كان من ضمن أسباب تشبيهه بالقمر. والاستدارة دي في علم الطاقة ليها معنى، إن الشيء المدور الطاقة فيه بتكون كاملة وموزعة في كل أرجاء الوجه، ما كانش فيه جزء مثلا هو واخد الطاقة كلها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان الاستدارة فيه استدارة مش كاملة لكن بطول بسيط. كان من أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي شافوه إن هم بس يملوا عينه، كان سيدنا أبو بكر يخرج من بيته فسيدنا عمر يقابله فيقول له على فين، فسيدنا أبو بكر يقول له أخرج وأنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مرة في مرة كانوا قاعدين فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هو وأصحابه سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان ومجموعة من أصحابهم، كل واحد بيقول يعني إيه أحلى وأجمل حاجة إيه أجمل وأحلى ثلاث حاجات في حياته يعني. فكل واحد قال وجي الدور عند سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر معروف فقال أما أنا أحب ثلاثة أشياء إلي في الدنيا: النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه الشريف كان لحمه كان قليل، فما كانش الوش وشه مليان باللحم، بالعكس كان وشه لحمه بسيط وكان بشوش، كان دايما على طول بيضحك مهما حصل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وشه بشوش. كانت السيدة عائشة بتقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر تبرق أسارير وجهه كأنه قطعة من القمر. وفي مرة سيدة أم معبد بتقول على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه وسيما قسيما. في ناس كده تقطيع وشهم بتكون جميلة، يعني فيهم صفات الجمال لكن النور والقبول اللي ممكن لما حد يشوفه تحس إنه تقيل، وفي ناس جميلة من غير ما تكون التفاصيل وتقطيع وشهم دي فيها من الجمال ومن صفات الجمال المعروفة. إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جمع الخصلتين، كان تفاصيل وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم كان آية في الجمال، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أصل الجمال، وكان فيه النور اللي يخلي أي حد يشوفه كان يبصم له على جماله صلى الله عليه وسلم. وجهه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب مهما كبر ومهما حصل ومهما
يعني حصل في حياته. وقت ما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عنده 53 سنة، فسنه صلى الله عليه وسلم كان كبير، وسيدنا أبو بكر تقريبا كان سنه 50 سنة، كان أصغر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. فالصحابة في المدينة الأنصار ما كانوش عارفين مين فيهم سيدنا النبي، لأنهم أصلا ما كانوش، جزء كبير منهم ما كانش شايف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده. فاول ما طلع عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيحسبوا ان سيدنا ابو بكر هو النبي، بسبب ان في مظاهر النضوج ومظاهر التجاعيد ومظاهر يعني النضوج في الوش والكبر، بسبب اكيد قالوا مثلا النبي بتاعنا يعني من كتر ما هو متحمل ومن كتر الاعباء اللي بتنزل عليه فده باين على جسمه، فكانوا بيروحوا على سيدنا ابو بكر. بيقولوا لا اكيد اللي معاه ده هو ابو بكر على سيدنا النبي، يعني ان هو ده ابو بكر بسبب ان هو يعني شاب لسه. فسيدنا ابو بكر عمل موقف كده بحيث ان هو يداري على سيدنا النبي ويعظمه، بحيث ان اصحابه يعرفوا لا ده هو ده سيد الناس كله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح، كان وشه كان بيبقى واضح عليه كل حاجه، باطنه كظاهره. فاصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا بيقولوا احنا كنا بنبقى عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امتى بيبقى فرحان وامتى بيبقى زعلان. سيدنا كعب بن مالك بيقول لما سلمت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشه فرحان وبيضحك، كنا احنا بنعرف اذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرحان ولا لا، كنا بنعرف ده من وشه صلى الله عليه وسلم. حتى لما كان بيزعل كان الوجنتين خدوده صلى الله عليه وسلم كانت بتحمر، بحيث ان هم بيبقوا عارفين ان ده يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في حاجه حصلت لا يمكن تحدي. كل اصحابه وكل الناس اللي عرفوه وحتى اللي ما شافوهوش مدحوه. عمه ابو طالب وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الصبا كان بيشيله عشان يستسقي بيه لربنا لما حصل ان الدنيا فيها جفاف، فرفعه وقال وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل. كل الدنيا كانت تتمنى ان هي تملى عينها من جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانت نظرتهم ليه ما تتقارنش باي نعيم في الدنيا. كانت السيده خديجه دايما تقول لو ان لي في كل ليله بساط سليمان وملك الاكاسره لما سويت عندي جناح بعوضه اذا لم تكن عيني لوجهك ناظره. كانوا الصحابه بيتغزلوا في جماله وفي دلاله صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا حسان بن ثابت يقول واجمل منك لم تر قط عيني واطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيبي كانك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا أمد الحضرمي كان بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة بيقول لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، مش هشوف بعده ولا قبله في جماله صلى الله عليه. حتى التابعين اللي كانوا جم بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محلفهمش الحظ ولا القدر ان هم يشوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه، فكانوا دايما بيتتبعوا أي حد شاف سيدنا النبي عشان يسألوه. فمرة أحد التابعين راح للصحابية من صحابية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الربيع بنت معاوية، فبيسألها وصفي لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. في مرة واحد راح يسأل سيدنا البراء بن عازم بيقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشه كان زي السيف، يعني كان يعني فيه الحدة وفيه القوة وكان فيه اللمعان ده، قال له لا بل مثل القمر بل أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ما رأيت أضوأ ولا أشجع ولا أجرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا أبو بكر يوم وفاة سيدنا النبي لما عرف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى ودخل شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على السرير بتاعه، كان في دماغه أنه هو هيبقى ده آخر لقاء وآخر لحظة هيشوف فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهيملي عينه من نور وجهه. مش مصدق ان الوجه اللي كان بيشوفه طول الاكتر من 20 سنه وصحبه الاكتر من 20 سنه خلاص كده دي النهايه. كان ما كانش مصدق نفسه ان هو بعد كده لما هيبقى خارج من بيته عشان يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، فدخل على سيدنا النبي وكان سيدنا النبي مسجى بالغطاء بتاعه، فكشف عن وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبله ما بين عينيه والدموع نزلت من عينيه وقال يعني ما اطيبك يا رسول الله طبت حيا وميتا. وبعد كده خرج يثبت الناس رضي الله عنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان في ناس هتيجي بعده وهتتمنى تشوفه وهيتمنوا حتى يعني يفدوه باي حاجه، بس مجرد ان هم يلمحوا طيفه من بعيد، حتى لو هيخلصوا كل اللي معاه عليه، حتى لو هتكون دي اخر لحظه في حياته، حتى لو اللحظه دي هيضحوا بكل اللي وراهم واللي قدامهم بس يشوفوه او يلمحوا طيفه. عشان كده بكى وقال كان نفسي اشوف اخواني. فالصحابه بيقولوا له طيب احنا اخوانك، قال لهم لا انتوا اصحابي، اخواني قوم هيجوا بعدي هيتمنى ان هم يشوفوني ويفدوني بعيالهم وبدنيتهم كلها، انا ان شاء الله مستنيهم على الحوض، موعدي عندهم عند الحوض، كل يوم انا بدعي لهم، كل يوم بشوف عملهم وبستغفر لهم،
لو عملوا حاجة كويسة أنا بحمد ربنا، ولو عملوا حاجة مش كويسة أنا بستغفر لهم ربنا. صلى الله عليه وسلم أصل كل جمال، مهما تكلمنا عن جمال وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيخلص، ولأن الكلام عن جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيخلصش. هنتابع ونكمل مشاركاتنا مع بعض على صفحة البرنامج والهاشتاج وصلى الله على أصل الجمال ومنبع الكمال صلى الله عليه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. حسن مشتاق.